الموقع العلمي لفضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو ددونت.com يقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن قيمة الإنسان هي إيمانه بالله سبحانه وتعالى وعبادته له، ولذلك فإن منطلق الإنسان في كل شيء لا بد أن يكون من قناعته الراسخة بإيمانه الذي لا يتزلزل. وقد جعل الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة، هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا الركن السادس من أركان الإيمان وهو القدر يشكل على كثير من الناس، وقد بينه الله بكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبين الله سبحانه وتعالى حكمته فيه، فقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن هذه الحكمة العظيمة التي بين الله بكتابه يفهم المؤمن الذي يعيش في هذه الدار وليس الدار قرار وهي دار المحن والرزايا، أنه ممتحن على طريق الحق، وأن للباطل صولة فيضمحل، وأن الحق يعلو ولا يعلى عليه. فلذلك لا بد أن يمتحن المؤمنون على طريق الحق، ومنهم من يثبته الله بإيمانه، ومنهم من يصرفه عن طريقه، كما قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وقال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالذي يعيش في هذه الدار ويرى الصراع بين الحق والباطل، ويرى انتفاشة الباطل وانتفاخته في كل وقت، ويرى مصابرة أهل الحق، كثيراً ما يصاب بإحباط إذا لم يراجع إيمانه بالقدر، فيرى أن أهل الحق قليل مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، وأن أهل الباطل بأيديهم الشوكة والقوة والمال والجبروت، وأن دفاع أهل الحق ليس على قدر ما لدى أهل الباطل من القوة. وحينئذ كثيراً ما يصاب الإنسان بإحباط في هذا السبيل، ولكن عندما يتذكر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه، وأنه هو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ويتذكر كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأمور قبل خلقها، وما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا وقد كتبه الله وعلمه قبل خلق الكون،
فإنه حينئذ يشعر أن لله الحكمة البالغة وأن الله هو أحكم الحاكمين. فلو شاء سبحانه وتعالى ما خلق إبليس ولا خلق الشر ولا كفر به أحد من خلقه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال أهل العلم بالتفسير: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أن ما بين السماوات والأرض وما فيهما لا يساوي شيئا من ملكوت الله سبحانه وتعالى وملكه. ولذلك أخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية في غير الصحيح قد احتجب بسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. وسبحات وجهه سبحانه وتعالى أنواره التي لا مرد لها. فلذلك كل ما في السماوات والأرض لا يساوي شيئا من ملكوت الله سبحانه وتعالى وتدبيره لهذا الكون وتصرفه الماضي فيه. وقد كتب سبحانه وتعالى كل ما يقع في هذه الحياة الدنيا عندما جعلها مسرحا للصراع بين الحق والباطل، وجعل فيها حزبين متنافسين هما حزب الله وحزب الشيطان، فحزب الله يسعى لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، وحزب الشيطان يسعى لتحقيق يمين إبليس بإغواء أكثر الناس عن سبيل الله. وقد أقسم إبليس على ذلك بعزة الله كما حكى الله عنه في كتابه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله أن يمينه صدقت على أكثر الناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لذلك لا بد أن يدرك المؤمن أن هذه الدار ليست دار قرار، وأنها دار عبور، وأن ما يقع فيها كله بقدر الله السابق. والقدر أربع درجات: الدرجة الأولى منه علم الله بجميع ما يقع في خلقه إجمالا وتفصيلا، فهو العليم الخبير، لا يفوته شيء من خلقه، يعلم السر وأخفى، وهو سبحانه وتعالى ذو العلم الأزلي الأبدي. فعلمه بما قبل خلق الكون، علمه بالكون فيما قبل خلقه مثل علمه به فيما بعد خلقه، لم يتجدد له علم سبحانه وتعالى بشيء من خلقه بعد أن خلقه. والمرتبة الثانية هي كتابة كل ما هو كائن في الصحف التي عنده فوق عرشه، وهي أم الكتاب، لا تغيير فيها ولا تبديل، وليس فيها شروط ولا موانع، فما كان فيها مثبتا فإنه ثابت إلى الأبد، لا بد أن يقع كما أراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. والمرتبة الثالثة توزيع ما هو كائن على الزمن، وتنزيل ما شاء الله منه في الوقت الذي يشاء، فما يكتبه الله في اللوح المحفوظ مما هو كائن في العام يفرق في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ومع كل جنين وهو في بطن أمه يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. وحتى الأشجار كتبت معها أوراقها وآجالها، إن لهذه الأشجار لآجالا كآجالكم. وهكذا في كل ما يتحرك في هذا الكون وما يسكن فيه، فكل ما في هذا الكون قد كتب الله سبحانه وتعالى ما هو كائن فيه ودبره ونزله على الزمن. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة هي قضاء ما كان على وفق العلم السابق. فشهودنا لهذه الجمعة علمه الله قبل خلق آدم وقبل خلق السماوات والأرض، وكتبه في أم الكتاب عنده، ثم كتبه في أحداث هذه السنة ووقائع هذا الشهر وهذا اليوم وهذه الساعة، ثم نفذه الآن على وفق علمه قبل خلق السماوات والأرض بجميع الحاضرين وما يدور في خلد كل إنسان منهم، وما يكتب لهم من الأجور بحضورهم، وما يغيب
من أذهانهم، وما يحضر كل ذلك مكتوب وحاصل على وفق ما سبق، لم يتجدد فيه شيء من أمر الله سبحانه وتعالى. والقدر أربعة أقسام. القسم الأول منه القدر الخير الحلو، وهو ما يكتبه الله لعباده المؤمنين مما يعينهم على ذكره وشكره وحسن عبادته ويقربهم إلى طاعته، فهو عون للمؤمنين على طاعة الله ويقربهم من جنته ومرضاته. والقسم الثاني القدر الخير المر، وهو ما يكتبه الله على عباده المؤمنين من الأذى الدنيوي الذي ينالون به الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يظن الناس أن ما يصيب المؤمنين في سبيل الحق من القتل وإحراق الجثث وبقر البطون وقطع الأنوف والآذان كما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وما تشهدون في واقعنا المعاصر اليوم، أن ذلك شر، وليس كذلك، بل هو من القدر الخير، ولكنه مر لأنه غير موافق لأهواء الناس، ولكن نتيجته مرضية عند الله، ولذلك كتبه على عباده المؤمنين وعلى رسله المقربين، فكل لا يناله إلا ما كتب له. وقد كتب الله على عدد كبير من أنبيائه أن يقتلوا على سبيل دعوتهم، وكتب أن تفصل أعضاؤهم وأجسامهم، وأن يقطع رأس يحيى بن زكريا، وأن ينشر زكريا بالمنشار، وأن يؤذى أنبياء الله الكرام بأنواع الأذى. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي القراءة السبعية الأخرى قتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. وفي أصحاب أحد يقول الله سبحانه وتعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. لم يمسسهم سوء، قالها الذي خلقهم وسواهم وهو الذي ينشرهم ويحشرهم من قبورهم إليه سبحانه وتعالى. فإذا ظننا نحن أو ظن بعضنا أن بقر بطونهم وقطع أنوفهم وآذانهم سوء، فذلك كذب محض، فالله هو علام الغيوب، وأخبر أنه لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. والقسم الثالث هو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه مما يعينهم على معصيته ويقربهم من مخالفة أمره، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر ذلك على من يشاء من عباده، فيسخر كثيرا من الناس لخدمة أهوائهم واتباعها، ويسخرهم كذلك لأن يكونوا من حزب الشيطان. فمن ترونه الآن من المضحين في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كانت تضحيتهم حقا على طريق الحق فكانوا من حزب الله، أو كانت باطلا على سبيل الباطل فكانوا من حزب الشيطان، كل أولئك تنزل بهم اللوائح الموقعة من عند الله سبحانه وتعالى: فلان ابن فلان مختار لأن يكون من حزب الله الناصرين لدين الله، وفلانة ابنة فلان مختارة لأن تكون من حزب الله الناصرين لدين الله، وفلان ابن فلان خذله الله فسلطه على نفسه وجعله من حزب الشيطان الساعين لتحقيق يمين إبليس، وفلانة ابنة فلان خذلها الله فسلطها على نفسها وجعلها من حزب الشيطان. وليس ذلك راجعا إلى نسب ولا حسب، وليس راجعا إلى مستوى ثقافي أو علمي أو مستوى في الإدراك والفهم، بل إنما هو قدر سابق يوزعه الله بقدره، كما قال الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وكما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون.
فلذلك يخلق الله ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. والذين لا يرتضي الله سبحانه وتعالى سيرهم على طريق الحق ولا فهمهم لهذا الإيمان يصرفهم عنه، حتى لو كانوا أقرب المقربين إليه ولو رأوا الآيات والمعجزات، فإن بني إسرائيل اصطفاهم الله على العالمين وفضلهم على أهل الأرض في وقت بعثة موسى عليه السلام، وأراهم الله من المعجزات البينات والآيات ما لا يمكن أن ينكره منكر، فإنهم رأوا الجبل ينتقه الله من الأرض ويرفعه حتى يكون كالظلة فوق رؤوسهم، ورأوا كذلك البحر ينفلق فيكون كل فرق منه كالطود العظيم، ورأوا فيه طريقا يبسا في قعر البحر كأن لم يمسه ماء قط، ورأوا كذلك هلاك أعدائهم عندما توسطوا البحر فالتطم عليهم فلم تبق منهم باقية، ورأوا كذلك من الآيات بعد هذا والمعجزات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وكل معجزة من هذه المعجزات لو رآها البشر فقدر الله لهم الإيمان آمنوا بها، كما أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهنا قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي، أي من المعجزات، ما مثله آمن عليه البشر، معناه ما لو أراد الله بالبشر جميعا أن يؤمنوا به لآمنوا، فالحجة قائمة به. وانظروا إلى ميلاد عيسى بن مريم من غير أب وحمله العجيب خلال فترة يسيرة لا تتجاوز ساعة من النهار، وخروجه بعد ذلك وكلامه في المهد، وقد جاءت به مريم تحمله إلى قومها فاستقبلها الملأ من بني إسرائيل فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، يعرضون باتهامها بالزنا، وقد أمرها الله أن تنذر لله صوما فلا تتكلم بأية كلمة. فلما أكثروا عليها من الكلام أشارت إلى الصبي وهو ملتقم ثديها في حجرها، فانتزع فمه من الثدي ووضع مرفقه بالأرض ونظر إليهم فقال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فلم يستطيعوا أن يتحملوا سماع كلام هذا الصبي الذي هو في المهد فنفروا، ولم يبق منهم لسماع آخر الكلام إلا زكريا عليه السلام، فثبته الله بما أراه من المعجزات والخوارق الأخرى. ثم بعد ذلك مع عيسى بن مريم نشأ وهو يحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولما سأله الحواريون: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فلما أصروا دعا فأنزل الله مائدة من السماء يحملها الملائكة، لا يطلب أحد طعاما من أي نوع من أنواع الطعام أو الفواكه أو البقول إلا وجده فيها، يأكلون منها فإذا شبعوا رفعها الملائكة إلى السماء 40 يوما، فكانت حجة بالغة عليهم. وقد أخذ الله عليه العهد وعلى قومه أن هذه المعجزة ظاهرة، من كفر بها بعد أن رآها فإن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، لقوة الحجة الحاصلة بها والبرهان القائم بها على الناس جميعا. ثم بعد ذلك نرى بني إسرائيل يكفرون ويكذبون رسول الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وما من تكذيب للأنبياء أقبح من تكذيب بني إسرائيل، وما من عداوة لهم أبلغ من عداوة بني إسرائيل. فالأنبياء جميعا وحدة واحدة، لا نفرق بين أحد من رسله، فهم جميعا إخوة أبناء علات، دينهم واحد ولا يمكن التفريق بينهم، فمن كذب نبيا واحدا فقد كذب جميع المرسلين، ومن طعن في نبي واحد فقد طعن في جميع أنبياء الله. ولذلك قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال تعالى: كذبت عاد المرسلين، وقال تعالى: كذبت ثمود المرسلين، وقال تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين،
وقال تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين، فكل من كذب نبيا فقد كذب المرسلين جميعا، حتى لو كان ذلك قبل وجود بعض الأنبياء، فإن قوم نوح كذبوا نوحا وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، فكان ذلك تكذيبا لجميع المرسلين إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبنو إسرائيل جعلوا هذا ديدنا لهم باقيا في أعقابهم إلى يوم الدين، فعداوتهم لله ولرسله ولكتبه ولملائكته الكرام ولخلقه باقية مستمرة فيهم مع ما شاهدوا من المعجزات والآيات البينات، وما أراهم الله من التفضيل وما خرق لهم من قواعده في الكون وسننه، فكل ذلك قامت به الحجة عليهم ولم ينتفعوا به. ثم بعد ذلك النوع الرابع من أنواع القدر هو القدر الشر المر، وهو ما يرسله الله من أخذه الوبيل وانتقامه السريع من أعدائه مما يعجلهم على النار ويقطع آمالهم وملذاتهم وشهواتهم من الحياة الدنيا، فإن قدر الله إذا نفذ فيهم لم يبق لهم أمل بعد ذلك برجعة، فما يسلطه الله عليهم من البلايا والرزايا والمحن كله من قدر الله الشر المر، فهو شر لهم لأنه يعجلهم على النار، وهو مر لأنه مخالف لهواهم وما يريدون. فلذلك يجب الإيمان بهذه الأقسام الأربعة، ولا بد أن نعلم أن القدر الخير كله للمؤمنين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ومن هنا بيّن الله الحكمة في القدر لتكون تسلية عن هذه الأحداث الجسام التي لا يشهد الإنسان وسيلة إعلام، ولا يرى شاشة، ولا يقرأ صحيفة، ولا يتصفح موقعا إلا أصيب بإحباط من كثرة ما يرى من مشاهد هذه المسرحية الهزيلة التي تقام على هذا الدين وأهله في مشارق الأرض ومغاربها. فإذا لم ينتبه الإنسان لهذه الحكمة فإنه سيصاب بإحباط، وإذا انتبه لها فتكون تسلية وتعزية له، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. ما حكمة ذلك؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، أي لا تحزنوا على ما فاتكم من أمر الدنيا، ولا تفرحوا بما آتاكم، أي بما آتاكم الله منها، فكل ذلك بقدر وكله قد سبق في علم الله سبحانه وتعالى. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى، الحجة البالغة على عباده وهو أحكم الحاكمين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وإخوانه. عباد الله، قد مضى في هذه الحياة الدنيا من المثلات والأيام ما هو مثال حي على ما نشهده ونعيشه في أيامنا، فما نراه اليوم لا يساوي شيئا مما مضى، ولكن كثيرا من الناس يغفل عن تدبر كتاب الله. إذا قرأنا قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. فليعلم كل واحد منا أن ما أصاب المؤمنين اليوم في هذا الوقت لا يساوي شيئا مما أصاب المؤمنين يوم الأحزاب
عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرة أهل الأرض محصورين بين لابتيها، وقد قطعت عنهم الأرزاق وحوصروا في كل شيء، واجتمع على عداوتهم أهل الأرض جميعا كما قال ابن رواحة رضي الله عنه: والناس إلب علينا فيك، ليس لنا إلا السيوف وأطراف القنا وزر. فاجتمع عليهم من بين مشرق الأرض ومغربها على عداوتهم، وحاصروهم حصارا شديدا. وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فذلك الوصف البليغ الذي وصف الله به تلك الحادثة وبين به فصولها ومواقف الناس منها يتكرر دائما. وهذه حجة الله في كتابه ووحيه أن ما يأتي به من سننه وما يقص علينا من القصص كله مما يعيده عبر التاريخ ويتكرر، فهو موجات كموجات البحر. إذا خلت موجة فليس معنى ذلك أن الموجة قد انقضى وانقطع، بل وراءها موجات وموجات وجولات أخرى، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا سمع أحدكم اليوم أية وسيلة من وسائل الإعلام فسمع فيها كلام المرجفين يظن أن الأمر قد أبرم بليل وأنه لم يبق لأهل الحق صولة ولا جولة وأن الأمر قد انتهى وانقضى، وأن مناكرة ذلك إنما هي من إنكار الواقع أو من التجني على الحاصل، ولكن الواقع أن كل ما نشهده ونراه إنما هو موجات كموجات هذا البحر الذي نراه، وهو من تداول الأيام الذي بينه الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نرى كثيرا من الأحداث التي كلها من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزيد المؤمنين به والتابعين له تصديقا وإيمانا، كما قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. إن آثار هذا التموج وهذه المداولة تتضح في مواقف الناس، فما ترونه الآن من التعدي على الجناب النبوي الطاهر ومن الاعتداء على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أنقى من مزن السماء، وعلى أصحابه الكرام الذين شرفهم الله بصحبته واتباعه والجهاد في سبيل الله معه، ومن الاعتداء على عرض أمهات المؤمنين الطاهرات الطيبات اللواتي اختارهن الله لخير مقام وخير منزل وقال فيهن: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. إنما هو أثر من آثار هذه الموجة التي نحن فيها، فنحن الآن في موجة صعود للباطل وتراجع للحق. فإذا كان أهل الحق في السجون ومن وراء القضبان أو كانوا مشردين مطاردين في الأرض، ليس لهم قوة ولا صولة ولا دفع إلا مجرد التظاهر والتجمهر في بعض الأماكن أو بمجرد كلمة حق يقولونها في وقت يرونه،
فإن كثيرا من الناس يظن أن الفرصة مناسبة لإبداء ضغائنهم وما يكتبونه، وحينئذ يطفح الكيل وكل إناء بالذي فيه ينضح، فيستغلون الفرصة ويصرحون بما يعتقدون، كحال أسلافهم المنافقين الذين عندما اشتد الكرب على أهل المدينة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وقالوا يعدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر، وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. فلم تمضي 7 سنوات حتى حقق الله وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم، وفتحت كنوز كسرى وقيصر وأنفقت في سبيل الله. وفي وقت الشدة والكرب والناس فيما هم فيه لا يجدون طعام يومهم ويحصبون الحجر على بطونهم من الجوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ المعول إذا عجز أصحابه عن إزالة صخرة من الخندق، يرفع المعول فيضرب الصخرة ويكبر فيقول أوتيت مفاتيح الأرض، أوتيت كنوز كسرى وقيصر، ولتنفقنها في سبيل الله. فالمؤمنون يصدقون ويعلمون أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، ولا ينظرون إلى الواقع الذي هو فيه، بل إننا نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدنا بشيء من أمر الدنيا إلا في وقت الكرب والشدة. عندما أخرجه أهل مكة مهاجرا ثاني اثنين، لحق به سراقة بن مالك بن الدخشم، فلما كادت الأرض أن تبتلعه وطلب الجوار أجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف بك إذا كنت ترفل في سواري كسرى. وهذا أمر لا يخطر على بال ولا يتوقعه أحد، أن الرجل الذي طرده قومه وبن عمه وأخرجوه وحيدا فريدا ليس له مال ولا سلاح ولا أنصار، يعد رجلا من قومه بسواري كسرى الذي يملك شطر الأرض، ومملكته إذ ذاك هي الدولة العظمى التي تسيطر على كل ما حول العرب، لا يلبسون ولا يأكلون ولا يتصرفون في شيء إلا من صناعاتها وما يقدم إليهم منها. مع ذلك يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بسواري كسرى، فيحقق الله ذلك ولو بعد حين. وقد حقق الله هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سراقة بعد 15 سنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعده بذلك في طريقه إلى الهجرة، ومكث بالمدينة 10 سنين، وتوفاه الله في الشهر 13 من السنة 11 بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وولي أبو بكر 2 سنتين وأشهرا، ثم ولي عمر بن الخطاب، وفي أيامه جاءت كنوز كسرى ومنها سوارى كسرى، فألبسهما عمر بن الخطاب سراقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه والملأ من الناس، فحقق الله هذا الوعد الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأولئك النفر لم يشكوا يوما من الأيام في صدق هذا الوعد، بل إن إيمانهم بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ وآكد من إيمانهم بالمشاهدات الحسية التي يرونها يوميا، لعلمهم أن صدقه صلى الله عليه وسلم أبلغ من صدق أبصارنا وأسماعنا ومن كل ما لدينا، ولذلك تربوا على هذا، فكان كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ينطلقون من هذا التسليم في كل شيء. كان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يعاشر جارية له، فغضبت امرأته وأنكرت ذلك عليه، فأنكر أن يكون فعل وقد رأته بعينها، فقالت قد علمت أن الجنب لا يقرأ القرآن، فإن كنت صادقا فاقرأ علي من القرآن. فقال شهدت شهادة لا ريب فيها بأن الله ليس له شريك وأن محمدا عبد رسول إلى الثقلين أرسله المليك. وهذا من شعره رضي الله عنه، فظنت المرأة أنه من القرآن، فقالت صدقت الله وكذبت عيني، واقتنعت بذلك. وهذه تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. لذلك عندما تأتي هذه المشكلات والضائقات في العالم، فلا بد أن تزيدنا إيمانا ويقينا، ولا بد أن نقول ما قال الله سبحانه وتعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لا بد أن ننتفع من هذه العبر والمواعظ التي يعظنا الله بها، لا بد أن تزيدنا إيمانا وتسليما، كما أخبر الله عن المهاجرين والأنصار
لا بد لمن يريد اقتفاء آثارهم وسلوك طريقهم أن يزداد من هذه العبر إيمانا وتسليما، إيمانا بصدق ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، وتسليما لحكمة الله فيما شاء، فهو الذي يرتب الأحداث والوقائع على وفق حكمته لا على وفق هوانا، فلو رتبها على وفق هوانا لهلك الناس. وانظروا إلى أنفسكم، لو أن التدبير الكوني واستخراج الأرزاق كان على وفق أهوائكم لاستخرج لكم الآن كل ما في الأرض من الخيرات والأرزاق، ولأدى ذلك إلى خراب الدنيا، ولهلك من يأتي بعدكم من الذين ادخر الله لهم كثيرا من الخيرات في داخل الأرض وفي باطنها وفي المياه وفي غير ذلك، لكن الله ينزل بقدر ما يشاء، كما قال الله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلا بد أن تزدادوا تسليما لحكمة الله في كل ما هو كائن، ولا بد أن تزدادوا تضحية، فإذا رأيتم شيئا من هذه الآلام والأنات والآهات التي تحيط بكم من كل جانب فتذكروا قول ابن رواحة رضي الله عنه: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها، والروم روم قدنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها، غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا. لا بد يا إخواني أن لا نصاب بإحباط، وأن لا نصاب باسترخاء، وأن لا نصاب بهزيمة في أي حدث من هذه الأحداث، وأن نتأهب للقيام بالله في الحق في وقت الحاجة إلينا. فإن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنه عندما انصرف ابن أبي بثلث الجيش أو نصفه يوم أحد وقف عليهم فقال: يا قوم لا تخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الموقف، فقد لا يحتاج عليكم في مشهد بعده. فقالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فحثى عليهم التراب وقال: أغنى الله عنكم رسوله والمؤمنين، ورجع وقاتل حتى قتل، فصدقه الله في كتابه بما نقرأه إلى يوم القيامة من محكم التنزيل في هذه القصة البليغة. إن أولئك النفر صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إلى أهل أحد قبل موته بثمانية أيام، فصلى عليهم وقال: إني شهيد على هؤلاء بأن صدقوا الله ما بايعوه عليه. وهذه الشهادة مقامها كبير، ومن أراد منافسة أهل أحد وأراد أن يلحق بالمهاجرين والأنصار عليه أن يشمر وأن يجد وأن يتهيأ لبعض ما أصابهم. ولنتذكر ما ثبت عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال: والله لقد رأيتنا في الشعب وما منا أحد إلا ويربط الحجر على بطنه من الجوع، ثم والله الذي لا إله غيره لقد رأيت أولئك النفر وما منهم أحد إلا وهو وال على مصر من الأمصار. ولنتذكر ما أخرج البخاري في الصحيح عن سعد بن مالك وهو سعد وأبي وقاص رضي الله عنه قال: والله إني لأول العرب رمى بسهمه في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزلني على الإسلام، خبت إذا وضل سعي. هؤلاء النفر الذين بذلوا أرواحهم لله سبحانه وتعالى وجاهدوا بالله حق جهاده أصبحوا أئمة لكل من يأتي بعدهم، وكل إنسان منكم يتمنى لو رأى أحدا منهم، لو رأيتم عتبة بن غزوان أو سعد بن أبي وقاص أو بلالا أو عمارا أو أي أحد منهم لكان ذلك أحب إليكم أجمعين من الدنيا وما فيها، مجرد رؤية، فكيف بما سوى ذلك. أولئك النفر جعل الله لهم في المؤمنين ودا كما وعدهم بذلك: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حببهم الله إلى أهل السماء قبل أن يحببهم إلى أهل الأرض، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، نادى به جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي به جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض.
فقبولنا ومحبتنا للمهاجرين والأنصار قد سبقها أولا حب الله لهم، ثم بعد ذلك حب جبريل، ثم حب أهل السماء، ثم بعد ذلك حب أهل الأرض ينزل بعد حصول المحبة في السماء. فليس لدينا من حبهم إلا ما فاض عن سكان السماوات السبع ومن فيهن، وحب الله أكبر من كل ذلك. وإن الذي شهده أولئك وما كانوا عليه من الشدة كله تعزية وتسلية لمن يأتي بعدهم. فالذين يسمعون الآن أصوات النساء تحت التعذيب ويسمعون أصوات الشيوخ الكبار وهم تكسر ضلوعهم، ويسمعون الناتي الجرحى وقد اقتلعت عيونهم، ويرون إحراق الجثث، ويشاهدون ما يحصل في العالم حولنا، إذا عرفوا ما كان عليه أولئك النفر وما أدركوه فإنهم يرون أن هذا ليس شيء، ليس لا يساوي شيئا. لو أدرك الإنسان أنه لو قيل له إنك تموت الآن فتلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار لتمنى الموت قبل هذا الوقت، ولبادر إلى ذلك، ولتمثل قول موسى بن عمران وعجلت إليك ربي لترضى. فيكفي أن من مات على طريق الحق وهو مناصر لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذوق من الموت، لا يذوق الشهيد من الموت إلا مثل وخزة الإبرة، مثل وخزة الإبرة، ويغفر له كل خطيئة من خطاياه مع أول قطرة تقطر من دمه، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين. ومن هذه الأمة من يكون شفيعا من الشهداء فيشفع في مثل ربيعة ومضر ممن يعرفهم أو بينهم وبينه صلة. فلذلك لا بد يا إخواني في معايشتنا للأحداث أن نراجع قدر الله وأن نتذكر حكمته ورحمته. كثير منا يرحم الصبيان الصغار عندما يرى البراميل تتفجر فيموت بها الكبار، ويستخرج الأطفال من تحت الأنقاض ليس لهم أهل ولا قيم، لا شك أنه يرحمهم في حبة فؤاده. ولكن عندما يتذكر رحمة الرحمن جل جلاله التي وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء، يعرف أن كل هذا فصل من فصول هذه الرحمة وعارض من عوارضها. وما حصل لموسى بن عمران عليه السلام عندما أراه الله بعض ملكوته في الكون بوعد وعده بأن يلقى الخضر عليه السلام فلقيه، فكان بينهما ثلاث قصص نقرأها في هذا اليوم في يوم الجمعة. وقد جاء في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره من قرأ الجمعة في من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام، أي نور عشرة أيام. هذه السورة فيها قصة موسى والخضر، وهي قصة عجيبة كلها تذكر لقدر الله وما عاشه الإنسان من ألطاف الله ورحماته. فالقصة الأولى خرق الخضر للسفينة وهي في عباب الماء وهي تنخر في البحر، فإنها تذكير لموسى بأمر الله لأمه أن ترميه في البحر في التابوت. فإذا كان يخاف من الغرق الآن في هذه السفينة وهو رجل قوي محتال، فإنه مر عليه وقت وهو طفل صغير لتوه وضع فرمي في البحر فلم يغرق، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. والقصة الثانية هي قتل الخضر للغلام، وهي أيضا تذكير لموسى بقتله لرجل من القبط، استنصره عليه رجل من بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، ولكنه ندم على ذلك ورأى أنه قتل نفسا لم يؤذن له بها، وأخذ درسا وعبرة من هذا الحدث فقال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذه الكلمة مدوية في آذان المؤمنين، إذا سمعها أي إنسان منكم يجعلها مقياسا لنفسه، هل أنت ظهير للمجرمين أو لا؟ اسأل نفسك، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. ثم بعد ذلك القصة الثالثة هي استضافته لسكان القرية فلم يضيفوهما ومنعوهما حق الضيافة الواجبة،
وحينئذ أقام الخضر الجدار ولم يأخذ عليه نولا أي أجرا، فاستنكر موسى ذلك في نفسه، فكان ذلك تذكيرا له بسقيه للمرأتين اللتين رآهما تذودان حتى يصدر الرعاء، فسقى لهما دون نول، ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. فكان ذلك إظهارا لبعض ملكوت الله في الكون ولقدره النافذ سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إذا اجتبى عبدا من عباده أطلعه على بعض ملكوته، كما قال الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فيحصل اليقين للإنسان بذلك. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وذنى فيه بملائكة قدسه، وذلذ بكم معاشر المؤمنين، فقال جل من قائل كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. وصح عنه أنه أمر بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم. وصلاتنا معروضة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم جازه عنا أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عمن أرسل إليه. اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، واخلفه في أمته بخير. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا تحت لوائه، وابعثنا في زمرته، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل جميع السامعين والحاضرين من أتباعه، وارزقهم جميعا مرافقته ومجاورته يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا برسولك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا مرافقته ومجاورته يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في قرة عينه ومرضاته، واجعلنا من ورثته وخلفائه وأنصار دينه يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض. اللهم إن الأمور مرجعها إليك، فلا تفضحنا بين يديك. اللهم رحمتك التي وعدت عبادك. اللهم إن عبادك المؤمنين مستضعفون في مشارق الأرض ومغاربها، فكلهم وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فاسحتهم بسوط عذاب من عندك تريح به منهم المسلمين يا قوي يا عزيز. اللهم خذهم أخذا وبيلا. اللهم سلط عليهم المثلات، وأدخلهم في ردغة الخبال، وسل عليهم سيف الذل والوبال، وأرنا فيهم عجائب قدرتك وسريع عقوبتك يا قوي يا عزيز. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وفرج كروبهم، واجمع شملهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بالمنافقين الخائنين الخائبين. اللهم سلط عليهم الذل والهوان. اللهم خيب أملهم وفيّر رأيهم. اللهم ردهم على أعقابهم مهزومين يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود. اللهم أخرجهم منه صاغرين مهزومين يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تفك الحصار عن أهلنا في الشام. اللهم فك عنهم الحصار يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المؤمنين في مصر وفي الإمارات وفي بنغلاديش وفي بورما وفي كل مكان. اللهم فرج عن أهل السنة في العراق. اللهم فرج عن المسلمين في سوريا وفي غزة وفي فلسطين. اللهم فرج عن المؤمنين في كل مكان، واحقن دماءهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم كلهم أجمعين وليا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وانصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اسلك بهم طريق محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا أجمعين لنصرة دينك وإعلاء كلمتك، واجعلنا من الذين يقولون الحق وبه يعدلون. اللهم ألهمنا الصواب والحق يا أرحم الراحمين، ووفقنا لما يرضيك،
واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك نورا من عندك ترينا به طريق الحق يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فرقانا ونورا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وخزي يوم القيامة وذل المعصية. اللهم افتح لطلبة العلم ووفقهم لما يرضيك. اللهم اختصر لهم المسافات وأعنهم على نوائب الحق. اللهم يسر أمورهم وافتح لهم واجعلهم أجمعين من ورثة رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم، واجعلهم من العلماء العاملين الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين وانفع بهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم لطاعتك ولذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنهم على حفظ الشرع يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلهم من أمنائك على الوحي يا أرحم الراحمين. اللهم اختصر لهم المسافات ووفقهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وسددهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأشياخنا وأزواجنا وذرياتنا وإخوتنا وأخواتنا وطلابنا ومرافقينا ومن أحسن إلينا ومن أحسن إليهم أجمعين، ومن أوصانا على الدعاء ومن عاهدنا عليه ومن يستحقه علينا ومن ولدوا ومن ولدهم إلى منتهى الإسلام ومن له حق علينا ومن له حق عليهم أجمعين. اللهم من كان منهم حيا فوفقه وسدده وأطل عمره بطاعتك، ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة القبر ومن عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم هؤلاء عبادك قد أتوا إلى بيت من بيوتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، فلا تصرف أحدا منهم من هذا المسجد إلا وقد غفرت له ما قدم وما أخر وما أعلن وما أسر، وقضيت ما في علمك من حوائجه. اللهم ما تقاسمه في هذا اليوم من خيري الدنيا والآخرة بين عبادك الصالحين فاجعل لنا أجمعين منه أوفر حظ ونصيب. اللهم لا تخرجنا من هذا المسجد وما حوله إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا وقضيت مآربنا وحوائجنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ إخواننا في وسط إفريقيا. اللهم فرج عن إخواننا المحاصرين هناك. اللهم فرج عن المسلمين هناك بأحسن الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن المعتقلين في ليبيا وفك أسرهم وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسرهم وأوصلهم إلى مأمنهم يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين من إخواننا في سوريا. اللهم أوصلهم إلى مأمنهم وردهم إلى ذويهم سالمين غانمين. اللهم رد غائبين أجمعين. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واختم بالحسنات آجالنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. وعدك الحق وقولك الحق، وقد بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أن في هذا اليوم ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يسألك حاجة إلا أعطيته إياها، وصح لدينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنها هذه الساعة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك البلاغ. اللهم ارفع هذا الدعاء إليك واجعله خالصا لوجهك وتقبله واستجبه يا أرحم الراحمين. اللهم استجب دعاءنا وحقق رجاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تخيب أملنا فيك، فعليك توكلنا وأنت معولنا، لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم عليك معولنا وبك حولنا وقوتنا. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم،
ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون، يغفر الله لنا ولكم.